السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حنبدأ مع بعض كورس الهيماتولوجي. أول موضوع حنبدأ فيه هي آلية تصنيع كرات الدم الحمراء بمصطلح هيموبيوسيس أو هيماتوبيوسيس. الهيماتولوجي هو عبارة عن العلم الذي يختص بدراسة تركيب ووظائف الفورمد إليمنت المقصود فيها خلايا الدم، سواء في الوضع الطبيعي أو في الحالات المرضية. بالنسبة لعملية إنتاج خلايا الدم، هي عبارة عن عملية إنتاج لجميع الخلايا المقصود بها كرات الدم البيضاء، منها الجرانيولوسايت هي الخلايا المحببة، بتعيش فقط اللي بضع ساعات إذا دخلت السيركوليشن الدورة الدموية، الصفائح الدموية وبتعيش حوالي 10 أيام، والكرات الدم الحمراء الأربيسيز بتعيش 120 يوم. لذلك يتطلب حاجة الجسم إنه تجديد يومي، بما إنه أنا عندي خلايا بتموت لها عمر محدد، إذا بيتطلب عملية تجديد لهذه الخلايا بتموت وإنتاج يومي منها. هذا يتطلب حوالي 10، عبارة عن 1 في 10 أس 13 عدد خلايا يوميا جديدة يجب أن تنتج. الآن من أين تأتي هذه الخلايا الجديدة؟ كيف بتتكون؟ وين بتحدث العملية التكوين؟ كيف البون مارو بيحتوي على عدد 10 أس 12 من الخلايا، لكن المطلوب يوميا هو عبارة عن 10 أس 13 يوميا من الخلايا بتتطلب. كيف إنه مصدر الإنتاج عندي أنا عدد خلايا أقل من المطلوب يوميا. لذلك جسمنا يجب أن يتكيف ويعمل عملية إنتاج لكرات إلى خلايا الدم المختلفة اللي بيحتاجها الجسم، ويحدث هذا بشكل سريع حتى يحافظ على حياة هذا الشخص. ما هو السر؟ السر هنا بيكمن في خلايا جذعية التي تسمى الستمسل، هي الخلايا الموجودة في البومرو بينتج منها كل خلايا الدم. نصل إلى مصطلح الهيماتوبيوسيس أو الهيموبيوسيس، وهو عبارة عن مصطلح يطلق على عدة عمليات، هو ليس إنتاج فقط، وإنما هو بيعمل إنتاج. زي الهيموبيوسيس بضم عدة عمليات، منها إنتاج production، تطوير الخلايا development، proliferation تكاثر هذه الخلايا، differentiation تمايزها إلى أنواع مختلفة، وآخر حاجة هي maturation نضج لخلايا الدم. كل هذه المصطلحات هي عبارة عن عملية الهيموبيسيس أو الهيماتوبيسيس. الستمسل هي عبارة عن الخلية المسؤولة عن هذه العملية. الستمسل يتصف فيها عدة صفات تؤهلها للقيام بهذا الدور، وهو 1 سيلف رينيول، هذه الخلية لها القدرة على تجديد نفسها. 2 لها القدرة على بروليفريشن اللي هي عملية تكاثر وانقسام، وآخر حاجة اللي هو differentiation لها قدرة على أنها تتميز لتعطينا أنواع مختلفة من الخلايا. بدنا نشوف كيف أو ما هي آلية تكاثر الستمسل وعملية اللي هو تجديد نفسها. الستمسل هي عبارة عن خلية لها القدرة على الانقسام لتعطينا خليتين ما بيشبهوا بعض. إحنا عارفين إنه الوضع الطبيعي إنه كل خلية بتنقسم في الجسم لتعطيك خليتين دوتر سيل يشبهوا الخلية الأم. هذا الانقسام هو symmetric division. ليش symmetric division؟ لأنه انقسام متشابه بيعطينا خلايا تشبه الخلايا الأم. هذا الانقسام العادي اللي بتنقسم فيه كل خلايا الدم، لكن كل خلايا الجسم ما عدا الستم سيل. الستم سيل هي الوضع الطبيعي تبعها انها تنقسم باليه الاسيمتريك، بانه خليه الستمسل تعطينا خليتين، واحده منهم هي تشبه الخليه الام والاخرى هي خليه اخرى. تمام. اذا الستمسل هي عباره عن خليه تنقسم باليه الاسيمتريك ديفيجن، لكن الخلايا الاخرى بالسيمتريك. الان كل خليه ستمسل لما تنقسم وتعطينا خليه مشابهه إلها وخلية مختلفة، في خلية متشابهة هي عبارة عن خلية جددت نفسها. إذا لما تعطينا الخلية ستمسل خلية تشبهها، في هذه العملية هي عملت سيل رينيوال، تجديد لنفسها. وهذه الدوتر سيل، هاي الخلية هي بتتطور إلى خلايا أخرى. إذا صار عملية سيل رينيوال وديفرنشيشن، بما إنها انقسمت فعملت عملية ديفيجن وبروليفريشن. تمام. إذا الستيم سيل تنقسم تعطينا خليتين مختلفات، واحدة بتشبه الخلية الأم والأخرى خلية مختلفة. الستيم سيل هذه حتنقسم مرة تانية وتعطينا خلية مشابهة إلها وخلية مختلفة وهكذا. إذا هذا اللاين هو خط عملية الرينيوال للستيم سيل، تجديد نفسها. أما الخط الآخر هي خلايا مختلفة تماما، وهذا اللي بيعطينا
هذا اللي بيخلي خلية الستيم سيل هي خلية immortal، خلية أبدية لا تموت أبدا، تمام؟ على العكس من الخلايا الأخرى، هي الخلايا هي لها القدرة على أنها تنقسم، بنفس الوقت ممكن تعطينا خلايا، والخلايا هي لها limited half life، لها عمر محدد، تمام؟ فبالتالي non stem cell اللي هي هذه non stem cell، هاي الخلايا لها definite life span، يعني لها عمر محدد وبعدها بتموت. الآن هل تلجأ السل الستم سيل الخلية الجذعية هذه إلى انقسام سيمتريك؟ نعم تلجأ إلى سيمتريك ديفيجن. هذا متى يلجأ؟ تلجأ إلها الستم سيل إنها بتعمل إعادة لعددها، ما يكون ينقص خلايا أو عدد الستم سيل، تلجأ الستم سيل إلى سيمتريك ديفيجن بأنه خلية الستم سيل تعطينا خليتين، الهدف منه تزويد الستم سيل. وهذا يحدث في لما بيحدث عندنا نقص في الستيم سيل، تبدا الخليه تلجا انها ترجع عددها الوضع الطبيعي لها عن طريق السيمتريك ديفيجن. اذا في الوضع الطبيعي خليه الستيم سيل تنقسم اسيمتريك ديفيجن، خليه تشبه الخليه الاصليه وخليه مغايره، لكن في حاله انها تعمل لها اعاده لعددها وانها تحافظ على عددها تنقسم بالسيمتريك ديفيجن، تمام؟ الستيم سيل هي عبارة عن خلية قادرة على إعطاء كل خلايا الجسم، فسميناها بلوريبوتنت. بلوريبوتنت يعني لها القدرة الكاملة على إنتاج العديد من الخلايا، إذن هي الخلية الأم لكل خلايا الدم، تمام؟ بالنسبة للأورغانز اللي بيحدث فيها عملية الهيماتوبيسيس، الأعضاء اللي بيحدث فيها تكوين لخلايا الدم، أولاً البون مارو، إذن يحدث في نخاع العظم، في الليفر، طحال، سبلين، السبلين، الطحال، الليفر، الكبد، الليمف نود اللي هي العقدة الليمفاوية والثايموس، تمام؟ إذا هناك عدة أماكن لعملية إنتاج الهيموبيسيس، تبدأ من لحظة وجود الجنين في رحم الأم. إذا الهيموبيسيس يبدأ في مراحل متقدمة، في مراحل مبكرة أثناء وجود الجنين في رحم الأم، في اليوكسات، في كيس المح. إذا هذا يحدث بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من عملية الفيرتلايزيشن أو التلقيح أو الإخصاب. بتكون هذا الجنين بتكون من 3 طبقات، تمام؟ لكن من طبقة الإيبي بلاست بتكون عندنا اللي هو الإيبي بلاست، بتكون من الفيرتلايزد بتكون الإيبي بلاست، تمام؟ إذا عملية تكوين الجنين تكون له 3 طبقات من الإيبي بلاست، من خلية أم تسمى إيبي بلاست. إذن الإيبي بلاست هذا بتعطينا 3 طبقات، الإكتوديرم، ميزوديرم، والإندوديرم، تمام؟ أما الآن تتكون الجنين 3 طبقات، الآن تبدأ خلايا الدم تتكون اللي هي الهيمو أنجيوبلاست. الهيمو أنجيوبلاست هي من اسمها خلية غير ناضجة، لكن قادرة على أنها تعطينا أنجيو، تعني بلاد فيزل، هيمو بلاد، أنجيو بلاد فيزل، وبلاست الخلية الأم اللي بتنشأ اللي هو الأوعية الدموية. إذا الهيمو أنجيوبلاست تنشأ من الطبقة الموجودة في المنتصف، هي منطقة الميزودير، هي طبقة الميزودير. إذا الهيمو أنجيوبلاست نتجت من الميزودير في اليوكساك، بدأت الهيمو أنجيوبلاست تعطينا نوعين من الخلايا الأم، خلية إندوثيليال ستيم سيل وهي الخلية المطلوب منها إنها تعمل تتطور وتعطينا البلاد فيزل. الشغلة الثانية الهيموبيوتيك ستيم سيل هي عبارة عن الخلية حتعطينا تتطور انها تعطينا خلايا الدم، لكن في هاي المرحلة، مرحلة اليوكساك، فقط عملية التكوين هي إيروثروبيوسيس، فقط تكوين لكرات دم حمراء، وهي الخلية بتكون خلية كبيرة الحجم وتسمى ميجالوبلاستيك RBCs، يعني خلية كبيرة بنسميها ميجالوبلاستيك، تمام؟ خلية غير ناضجة لكن كبيرة الحجم. إذا من الهيمو أنجيوبلاست اللي نتجت من الميزودير أعطتنا نوعين من الخلايا، خلية المنطق إنه الهيمو أنجيوبلاست تعطينا خلية تبدأ تكوين أوعية دموية، عشان خلايا الدم اللي تكونت من الهيمو بيوتيك ستيم سيل تدور في هذا الأوعية الدموية، تمام؟ إذا الأوريجين أوف بلاد ستيم إنه من الإيبوبلاست تعطينا الميزوديرم، الميزوديرم بتعطينا الهيمو أنجيوبلاست اللي قادر على تعطينا نوعين من الخلايا، خلايا الستيم سيل القادرة على تكوينها اللي هو الاندوثيليال سيل اللي بتكون البلاد فيزل اللي هي زي الانجيوبلاست، وخلية البلوريبوتنت ستيم سيل اللي بتعطينا كل خلايا الدم، تمام؟ الانجيوبلاست حتعطينا الاندوثيليال سيل اللي هي بتشكل البطانة الداخلية لجدار الأوعية الدموية، وبالتالي هي عندنا بدايات لتكوين
أوعية دموية بالإضافة إلى بدايات لتكوين كرات دم حمراء. إذا مرحلة اليوكسات في عنا فقط إنتاج لكرات دم حمراء غير ناضجة، بتكون تحتوي على تكون خلية كبيرة الحجم، نسميها ميجالو بلاستيك سيل. إذا في مرحلة الإمبريو بيكون عمر الجنين أسبوعين، الهيموبيسيس بيبدأ في اليوكساك. عملية البرودكشن فقط في البداية بتكون عبارة عن كرات دم حمراء، هي أول خلايا بتنشأ. بعد شهرين من عمر هذا الجنين تتكون الجرانيولوسايت، الخلايا المحببة اللي هي كرات الدم البيضاء، يتبعها الميجا كاريوسايت اللي هي خلايا الأم لكرات أو الصفائح الدموية. بعد الشهر الرابع من عمر هذا الإمبريو أو الجنين تتكون الليمفوسايت، بعد عمر 5 شهور بتكون المونوسايت. إذا هناك تدرج في عملية التكون، وهذا تكوين الخلايا ما بتكون إلا بعد ما تتكون عندنا بلود فيزل، عشان المنطق إنه خلايا الدم بتروح وين؟ إلى مكانها اللي هو الأوعية الدموية. وحكينا إن الأوعية الدموية تنشأ من اللي هو الانجيوبلاست سيل اللي بتكون الاندوثيليال سيل، وبعد هيك بتبدا تكوين البلود فيزل. بعد الشهر الثالث الى الشهر السابع من حياه هذا الجنين بتبدا الهيموبايتيك ستيم سيل تبدا تهاجر من اليوكساك الى الطحال والى الكبد، وبتبدا عمليه انتاج لكرات الدم الحمراء وخلايا الدم المختلفه. في مرحله ثانيه بعد اليوكساك بصير الليفر والسبلين هو المنتج لخلايا الدم، تمام. ولكن عنا الانتاج هنا في هاي الحالة بيكون انتاج لكرات دم حمراء مع وجود كمية بسيطة من انتاج لوايت بلاد سيل او كرات دم بيضاء محببة جرانيولوبيسيس، تمام. البومرو هي المرحلة ما بعد الليفر والسبلين، برضو احنا بنتكلم عن مرحلة وجود الجنين في رحم الام. تبدأ الستيم سيل تهاجر من الطحال والكبد الى البومرو، وبتبدأ عملية تكوين كرات الدم المختلفة في البون مارو أو نخاع العظم، وتستمر مدى الحياة، تستمر مدى الحياة. الآن بعد ما هاجرت الستيم سيل من الليفر والسبلين وصلت للبون مارو، بدأت الآن عملية الإنتاج لكرات دم حمراء وايت بلاد سيل على هيئة جرانيولوسايت اللي هي خلايا محببة نيوتروفيل زينوفيل بيزوفيل، وأنشأت لينفوسايت مونوسايت ماكروفاج دنتريتك سيل والصفائح الدموية. الآن هذا السكيم أو هذا المخطط بوضح اللي هو أماكن إنتاج الهيموبيسيس أثناء وجود الجنين في رحم الأم. حكينا إنه البداية بتكون في اليوكساك، تقريبا بتبدأ من لحظة الفيرتلايزيشن بعد أسبوعين لثلاث أسابيع وتنتهي بعد الشهر الثالث. لكن إحنا بنشوف إنه في الكيرفات في تداخل، هذا التداخل إنه في عنا عملية إنتاج بسيطة من الليفر والسبلين، وما زال عندنا اليوكساك منتج. ليش؟ لانه الهجره للستيم سيل لم تكن كامله من اليوكساك الى الليفر، وانما هجره تدريجيه، فبيكون عندنا بيكون اليوكساك منتج، وبنفس الوقت الليفر والسبلين تبدا الانتاج. لكن بمجرد ما يصل قمه الانتاج في الليفر والسبلين بيكون عندنا زيرو انتاج من اليوكساك. ونفس القصه انه بتبدا تهاجر الستيم سيل من الليفر والسبلين الى البون مارو في الشهر الرابع، بيكون في عندي بدايات طفيفه للانتاج من البون مارو، الا انه لما بيبدا يتناقص الليفر الانتاج من الكبد والطحال بيبدا الانتاج يزداد من البون مارو الى ان يصل الى مرحله الميلاد في الشهر التاسع. بصير عندي عمليه الميلاد، بصير البون مارو هو المسؤول عن عمليه الانتاج، وتستمر هذه العمليه مدى الحياه. لكن في تدرج في الانتاج بعد سنتين لثلاث سنوات تقريبا من عمر الجنين، من عمر المولود او عمر الطفل، بتصير انه بتنقص كميه البون مارو الموجوده في عظامه، وبتصير بس مقصوره على عظام الفخذ والاضلاع واللي هو عظمه القصف وعظمه العمود الفقري، اللي هو فقرات العمود الفقري والحوض، هي بتستمر مدى الحياه تنتج بون مارو، تنتج كرات دم حمراء. إذا من لحظة الميلاد وحتى الأدلت هود اللي هو البلوغ، بنلاقي إنه البون مارو هو المنتج للعظام، للخلايا الدم، هو البون مارو موجود في العظام، وهذا المنتج هو أكتيف، فبيكون لونه ريد، تمام؟ بيكون لونه ريد. إذا البون مارو المنتج هو اللي بيحمل اللون الأحمر، هو المنتج لها. الآن في بعد سنة، بعد ما حكينا لسنتين لثلاث سنوات، بصير في عنا بتقل كمية الريد مارو.
إلى أن يصل إلى مرحلة الأدلت اللي هو تقريبا 25 سنة، نجد أنه عملية تركيز للريد مارو بتكون في العظام المفلطحة الموجودة في الجسم، زي عظام البلفس الحوض، الستيرنم القص، السكال الجمجمة، الريبس الضلوع، وعظمات العمود الفقري الفرتبرا، بالإضافة إلى نهايات العظام الطويلة اللي هي الموجودة في الأذرع واللي هو الفخذ. إذن في عمر الأدلت نجد أنه النسبة الطبيعية للريد مارو والفات الدهون الموجودة في البون مارو بتكون نسبة 50 إلى 50، بمعنى أنه لو أنا قلت نسبة عندي في أنا يستبدل الريد مارو بعد مرحلة الطفولة، يستبدل بمواد دهنية وخلايا دهنية إلى أن يصل لمرحلة الأدلت، نجد أنه 50% من المرو هو ريد، 50% فات، أو 50% لونه يلو. فنسبة وجود الريد مرو إلى اليلو مرو هي 50-50 أو 1-1، نسب متساوية. وهذا الموجود في هذه الصورة، نجد أنه هذه الفجوات هي عبارة عن دهون، والمنطقة الحمراء هي عبارة عن الريد مرو. فنجد أنه لو قدرنا نسبة الفات إلى الريد مارو النشط هي نجدها نسبة 50 إلى 50، وهذه النسبة الطبيعية. الآن مع العمر بعد حوالي 70 سنة بتلاقي إنه نسبة الدهون تزداد، مقارنة إنه الريد مارو هذا بيبدأ يقل. تمام. إذا الريد مارو هو عبارة عن الأكتيف مارو المنتج لخلايا الدم، أما اليلو مارو هو عبارة عن مواد دهنية وخلايا دهنية. تمام. وهو inactive، غير منتج اطلاقا لخلايا الدم. زي ما حكينا انه مرحله الأدلت لخصنا العظام المفلطحه اللي بتنتج الخلايا الدم والتي تحتوي على ريد مارو هي الالياك كريست، هي المقصود فيها الحوض الفرتبرا والستيرنم السكال والريبس ونهايه العظام الطويله. ولو اخذنا اللي هو اكس راي للريد مارو نجدها انها موجوده باللون الدارك اللي هو اللون الاسود، نهايه العظام الطويله سواء في عظام الاذرع او عظام الفخذ، الحوض، فقرات العمود الفقري، واللي هو الريبس المضلوع، بالاضافه الى الجمجمه. هذه عباره عن الاماكن تحتوي على ريد مارو او اكتيف مارو. طالما الانتاج من الخلايا ينتج من الريد مارو او من البون مارو بنسميه انتراميدلري هيموبيز. انترا يعني داخل، ميدلري نخاع، اذا هو الانتاج اللي بيحدث من نخاع العظام. اما انتاج الخلايا من اليوكساك والليفر والسبلين هذه اكسترا ميدلري، يعني خارج البون مارو. تمام. الفرق ما بين الأدلت والطفل انه الطفل عظامه كلها منتجة لخلايا الدم، فبيكون كله ريد مارو، على العكس تماما من الأدلت حكينا نفس الأماكن السابقة اللي هي العظام الطويل والعظام المفلطحة ذكرناها سابقا. لكن متى يلجأ، هل يلجأ البون مارو إلى أنه ينتج خلايا دم من، أو الجسم ينتج خلايا دم من خارج البون مارو؟ نعم ينتج. هذا بيحدث في حالات المرضية. في الحالات المرضية اليلو مارو يستبدل بريد مارو. اليالو مارو يستبدل بريد مارو. ليش يستبدل؟ لأنه صار في حاجة زيادة للجسم إنه ينتج خلايا دم مختلفة. فالخلايا الدهنية والمواد الدهنية اللي شكلت اليالو مارو تستبدل بريد مارو، وبيبدأ عملية الإنتاج تحدث، وهذا يحدث في أمراض زي مرض التلاسيميا. فبصير عملية إكسبانشن للهيموبيوسيس اللي هي تمدد للنخاع الريد مارو. الريد مارو بيتمدد، بالتالي بصير في عندي انا انتاج من العظام الطويله، بصير العظام الطويله هي تنتج، بصير عمليه او استبدال النهايه. احنا قلنا فقط النهايات في الوضع الطبيعي هي بتكون فيها ريد مارو، لكن الان في الوضع الحاجه، زياده الحاجه، نجد انه بقيه العظام الطويله المواد الدهنيه اللي فيها تستبدل بريد مارو، بتبدا عمليه الانتاج. تمام. زي ما حكينا سابقا انه عمليه الانتاج ايضا تحدث في الليفر والسبين، ايضا في الطحال والكبد، بصير في ينتجه خلايا الدم لانه الجسم محتاج. ولكن عمليه الانتاج هنا بتكون اكسترا ميدلري لانها حدثت خارج البون مارو. تمام. وهذا يحدث في بعض الحالات المرضيه زي الميلو فيبروسيس اللي هو التليف في النخاع، في حالات اللوكيميا، في حالات زياده الحاجه زي ما حكينا الشخص بيعاني من هيمولايتيك انيميا،
هانيميا، أنيميا تحللية، أو في حالات اللي هو التلاسيميا. ما ننساش إنه عملية الإنتاج من داخل البومور وسميناها انتراميدالر هيموبيسز، لكن الإنتاج من خارجها زي الليفر والسبلين سميناها إكسترا ميدالري. ما هو وظيفة البومور؟ ما هو وظيفة المرو تحديدا؟ وظيفة المرو إنه يعمل على تزويد خلايا الدم وتكوين خلايا الدم وعمل نضج لخلايا الدم بوضع مستقر، بمعنى إنه يحافظ على عملية الإنتاج. قديش في عندي خلايا بتموت، لازم مقابلها يكون عندي نفس العدد من الخلايا اللي بتنتج يوميا. هذا بخلي انه عندي حالة مستقرة من الخلايا او من عدد الخلايا الموجود في الدورة الدموية. اذا مطلوب من البومبرو انه ينتج خلايا ويعمل لها عملية نضج ويطرحها الى الدورة الدموية بوتيرة ثابتة تتساوى عدد الخلايا المنتجة مع الخلايا اللي بتموت يوميا. وايضا مش هيك بس، مطلوب منه انه خلال فترة زيادة الحاجة على خلايا الدم مطلوب من البومبرو أنه يزود عملية الإنتاج حتى يتكيف مع الحالة الموجودة عند هذا الشخص. هذا بيتطلب عملية تنظيم وعملية تحكم على مستوى الخلايا البروجينيتور سيل، هي الخلايا اللي بتنتج من البومبرو، هي على مستوى الخلايا الأم لخلايا الدم. تمام؟ الآن لو أخذنا قطاع عرضي من البومبرو حنجد انه طبعا اخذنا من عظام نهايه العظام الطويله بومرو، فنجد انه لو تم صباغتها بهذا الطريق حنحدث انه حنلاقي انه نسبه الريدمرو الى الفجوات هذه اللي هي عباره عن اللايبوسايت الخلايا الدهنيه هي نسبه 50%. حنجد انه عندي خليه ام للصفائح الدمويه تسمى ميجا كاريوبلاست، وهنا عندي في خلايا الصفائح الدمويه تنشا من هذه الخليه الام، وعندنا اللي هو هنا ارتري اللي هو أوعية دموية، في عنا فجوات، ودائما الخلايا اللي بتكون ناضجة أكثر نضجا قريبة من هذه الفجوات استعدادا لعملية طرحها إلى الدورة الدموية، بالإضافة لوجود عنا إندوثيليال سيل وأيضا ماكروفيج، في أيضا عنا موجودة هنا ماكروفيج. إذا كما حكينا سابقا إنه الخلايا الناضجة بتدخل إلى الدورة الدموية عن طريق السينيوسويدز اللي هي الفجوات الموجودة في البومور، فبالتالي كل ما كانت الخلية أكثر نضجا بتكون قريبة من السينيوسويد استعدادا لعملية طرحها إلى الدورة الدموية. الآن بدنا نحكي عن الستيمسل والبروجينيتور سيل. الستيمسل هي عبارة عن خلية بريميتيف سيل، بريميتيف يعني بدائية، هي خلية بدائية غير ناضجة. هاي الخلية تنشأ منها جميع خلايا الدم فسميناها بلوريبوتنت ستيمسل، أو لها اسم تاني هيموبيوتيك ستيمسل. ليش قلنا هيموبيوتيك ستيمسل؟ لأنها كل خلايا الدم تنشأ منها. إذن هي كفانكشن هي بلوريبوتنت، لها القدرة الكاملة تعطينا خلايا العديد من خلايا الدم، ولأنها أعطتنا خلايا الدم سميناها هيموبيوتيك ستيمسل HSC. إذن اختصار ستيمسل SC والهيموبيوتيك ستيمسل HSC. تمام؟ إذا الستيمسل اللي هي موبيوتيك ستيمسل الموجودة في البومبرو لها القدرة على إنها تعمل سيلف ريبليكيشن، عملية انقسام لنفسها، تضاعف، عملية بروليفريشن زيادة في العدد، وعملية ديفرنشيشن. ديفرنشيشن إنها تتميز إلى خلية متخصصة أكثر. مين الخلية المتخصصة أكثر؟ هي البروجينيتور سيل. إذا هناك فرق ما بين الستيمسل والبروجينيتور سيل. الستيمسل هي تعطي كل خلايا الدم، اما البروجينيتور سيل نشات من الستيمسل، ولكن البروجينيتور سيل اكثر تخصصيه من الستيمسل. يعني البروجينيتور سيل بتعطينا نوع مخصص من الخلايا، مش زي الستيمسل كل الخلايا، لا، الان تخصصت اكثر، مور سبيشالايزد، متخصصه اكثر، هي ريستريكتد، تعطينا نوع معين من خلايا الدم. تمام؟ هي بروجينيتور سيل. اذا البروجينيتور سيل تنشا من الستيمسل، في فرق انه الستيمسل اكثر قدره على عمل ريبليكيشن وبروليفريشن وديفرنشيشن. تمام؟ اما البروجينيتور سيل مع اللي بتقل اللي هي قدرتها على التضاعف والبروليفريشن، لكن ما زالت لها قدره كامنه على عمل ديفرنشيشن وتخصص الى نوع معين من الخلايا. تمام؟ بعد هيك هاي البروجينيتور سيل يحدث لها عملية انقسام في البومبرو وبتنضج إلى أن تعطينا خلايا ناضجة، تعطينا خلايا كرات الدم الحمراء والجرانيولوسايت والمونوسايت والصفائح الدموية بالإضافة إلى الليمفوسايت، وهي الخلايا تطلق إلى الدورة الدموية.
كل الخلايا التي تطلق إلى الدورة الدموية لا تستطيع الانقسام إطلاقا، تخرج إلى الدورة الدموية خلية ناضجة، خلية متمايزة إلى نوع معين من الخلايا، ولا تستطيع الانقسام أبدا إلا خلية الليمفوسايت هي الوحيدة التي تستطيع الانقسام بمجرد مواجهتها للأنتيجين أو الجسم الغريب اللي يدخل إلى جسم الإنسان. إذن الهيموبيوسيس هي عبارة عن عملية تكوين لخلايا الدم المختلفة. فإذا كونت لنا خلايا الكرات الدم الحمراء فبنطلق على العملية هاي إريثروبيوسيس. إريثروبيوسيس هي عبارة عن عملية تكوين للإريثروسايت اللي هي كرات الدم الحمراء. ليكوبيوسيس هي عبارة عن عملية تكوين كرات الدم البيضاء. والثرومبوبيوسيس هي عبارة عن عملية تكوين الصفائح الدموية. هيك بنكون خلصنا جزئية الجزئية أو بداية أو ملخص أو مقدمة عن الستيم سيل. يعطيكم العافية.